سريعا للتعليق على قرار اغلاق الدراسه. معي على الهاتف دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم. دكتور طارق مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بسيادتك. اتخاذ القرار يا فندم كان تقريبا الساعه 4 عصرا النهارده، مظبوط؟ الاعلان عنه مظبوط. طيب هنا بقى الناس بتسال 15 يوم يمكن ان تمتد، وضع المدرسين ايه؟ وضع المناهج الدراسيه ايه؟ ووضع الامتحانات ايه؟ لا، موضوع الامتداد ده في علم الغيب، لان احنا بنتابع فيروس بيتغير معطياته كل يوم، بالتحديد كل يوم. فده شيء عالمي، وده وزارة الصحة بقى تقدر تتابعه، واحنا بناخد منها المعطيات وبنتصرف على اساسها. انما غير كده وضع احنا اتفقنا من الاول، وده اتفاق على مستوى الدولة يعني في التعليم الاساسي والعالي، انه المحتوى الدراسي اللي احنا مطالبين بيه عشان ننجح من سنة لاخرى ده هيظل زي ما هو. احنا هنساعد الولاد بكل الاساليب الممكنه انها تذاكر. قرار تاجيل الدراسه مجرد عشان نقلل التجمهر داخل الفصول او الاختلاط بارقام كبيره بين الطلاب. طبعا ده يقتضي ان احنا نكمل ده في البيوت وبقيه اليوم مع الاهالي، نقلل الاختلاط عموما يعني مش بس في المدرسه. انما من ناحيه الامتحانات الشهادات العامه في مواعيدها باذن الله، وسنوات النقل في مواعيدها في المحتوى اللي كان مفروض نكمله لو كانت الامور ماشيه طبيعي. اذا المناهج لن ينتقص منها شيئا. لا تمام، ده واحد. تمام. الوضع الثاني بقى انه حضرتك بتقول لي ان تمتد الفتره او لا تمتد، ده قرار لحظي تتخذه الحكومه وفقا للمعطيات اللي امامها. طيب نيجي بقى يا فندم للمدرسين. لو انا مدرس في مدرسه اذهب الى مدرستي صباح باكر ولا بينطبق علي القرار؟ لا، انا الحقيقه استغربت انه ده كان اول سؤال تم توجيهه لينا، كما لو كان ده السؤال الاوحد يعني قبل ما نتكلم على الامتحانات والتعليم والكورونا كنا بنتكلم على هذا السؤال. الاجابه انا استغربت الحقيقه، يعني المعلمين والاداريين واحنا الموظفين، انا موظف وزاره التربيه والتعليم، لا ينطبق علينا هذا القرار. لا ينطبق، تمام. لان وزاره التعليم بتعمل وموظفيها بيتقاضوا اجر عشان يعملوا، والفكره هنا في التجمهر وليست في التعليم، التجمهر. انما مش هنوقف الحياه، الوزاره شغاله والولاد بتذاكر والمدرس له دور مختلف في انه يرد على الاسئله من هيجي المدرسه بتاعته، وهيبقى عنده ساعات معروفه لتواجده، لو اي طالب عاوز يساله سؤال يروح يساله او هيرد على التليفونات. انما مش معنى ان احنا بنعمل القرار ده مش عشان نوقف التعليم نقوم كلنا ناخد اجازه، لا. طيب احنا عاوزين نعقم المنشآت. انا بحاول انقل لسيادتك الاسئله باختلاف الثقافات، يعني واخد بال حضرتك؟ ما انا بحاول ارد مره واحده عشان ما نسالش السؤال ده عظيم الاف المرات. طيب الاداريين والمعلمين، ما هو عدد طلاب يعمل كما هو معتاد، والاداره ومدير المديريه هيديله واجباته الجديده. هناك واجبات جديده للمعلم للقيام بالعملية التعليمية عن بعد مثلا؟ لحاجات كتيرة جدا. احنا في ظروف صعبة كل واحد فينا هيلعب فيها دور. احنا هنصلح المباني التعليمية اللي بعد العاصفة اتأثرت، او هنشوف البنية التكنولوجية، او هنقدم خدمة للطلاب، او هنعمل كل الحاجات دي مع بعض، او التعقيم مثلا. التعقيم كل ده هيتعقم مدارس مصر كلها، فالسادة الإداريين والمعلمين لهم دور في الأزمة هيقوموا بيه ان شاء الله على اكمل وجه. عظيم. هاجي بقى لمواعيد الامتحانات، هل في اي تغيير لمواعيد اي امتحانات؟ لا، الامتحانات في مواعيدها زي ما قلنا في سنوات النقل وفي الشهادات العامه باذن الله. طيب هاجي لمراكز التعليم الخاصه او السنترز المتواجده في جميع انحاء الجمهوريه، هناك تعليمات واضحه وصريحه بغلق كل هذه التجمعات التعليميه؟ ده ابتدى اوريدي على الارض، بيشترك فيه الوزاره والشؤون القانونيه في الوزاره مع وزاره الداخليه مع الساده المحافظين، عشان كل السنترز اللي في مصر تقفل بلا رجعه. تمام. ايه الرساله اللي سيادتك بتوجهها لكل عناصر العمليه التعليميه، المعلم والاداري والطالب وولي الامر كمان؟ والله احنا كلنا كشعب في ازمه زي الدول العالم كلها، ولازم يعني الوعي عندنا يغلب كل الاهداف الشخصيه، الوعي بخطوره الموضوع والوعي بادوارنا الجديده، ان احنا كلنا بنلعب ادوار جديده. يعني احنا لازم نوفر للطلبه اسلوب اخر في التعلم، عشان كده عاوزين نحط مناهج وحاجات كتيره جدا اونلاين،
وده هيكون متوفر خلال 72 ساعة أو أقل عشان نساعدهم. لا هقف عند دي يا فندم معلش. بنخاطب أي مرحلة من المراحل اللي هيتوفر لها خلال 72 ساعة مناهج على الإنترنت مثلا؟ من أولى ابتدائي للثانوية العامة. يعني ده قرار ومنهج الحكومة الوزارة بتعمل عليه الآن لتوفير كل هذه المناهج أونلاين؟ لا بص بص فندم، هو ما كانش ممكن نقول جملة زي دي لو كناش بقالنا بنعمل كده ثلاث شغالين عليه من فترة. إحنا بنينا ما يسمى بنك المعرفة، واللي دخلوا عليه هم طلاب أولى وثانية ثانوي. إنما بنك المعرفة عليه بقاله ثلاث سنوات ثروات معرفية مخصصة ومعمولة مخصوص للطلبة من أولى ابتدائي لحد ثانوي العام. والنهاردة جات المناسبة إن إحنا نتعرف عليه. فإحنا هنسهل للولاد الدخول إليه، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات المحمول هنخلي التكلفة تبقى مجانية للدخول عليه بالكامل، حتى يعني ثمن الداتا اللي على الموبايل هيبقى صفر بالتعاون مع وزارة الاتصالات على هذه المواقع. فإحنا استثمار مصر المعرفي دلوقتي هيبقى مفيد جدا. وطبعا الولاد اللي في ثانوي اللي اولى وثانيه ثانوي دول عندهم مناهج غزيره جدا معموله ليهم ومعاهم ادوات، فيعني ان شاء الله نقدر نعوض الفتره دي باريحيه كبيره يعني. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا سياده الوزير، طمنتنا يعني تطمنه كبيره جدا. والوزير طارق شوقي بشكرك، وزير التربيه والتعليم، اللي ذاكر ذاكر من بدري زي ما الوزير بيقول، عاملين بنك المعرفه من بدري، فعندي دلوقتي مواضيع اونلاين هكلم وزاره الاتصالات طلبه تدخل عليها مجانا، نقدر ان احنا نعوض شويه توقف العام الدراسي.